عباد الله، جاءت رسالة الإسلام لتنشئ أمة أكرمها الله تعالى فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعلها أمة وسطى تدعو إلى المعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أمة لا هي إلى اليسار ولا هي إلى اليمين، لها دينها وشريعتها ودستورها. جاءت رسالة الإسلام لتقيم أطهر حياة وأنظفها على وجه الأرض، حياة لا شرك فيها ولا وثنية، بل فيها التوحيد الخالص والعبادة لله الذي تعنو له الوجود، حياة لا ظلم فيها ولا استبداد وعبودية الجاهلية وعنصريتها. لقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة البليغة الوداعية، خاطب الأجيال كلها، من كان حاضرا ومن كان غائبا، من آمن ومن كفر، من كان حيا ومن كان مضمرا في أصلاب الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم: ألا هل بلغت اللهم افشهد، إلى آخر ما جاء في هذا التوجيه النبوي الخالد. حرص على أداء الشعائر الدينية بصدق وإخلاص، وأن نحافظ على وحدة صفنا وطهارة ديننا كأمانة غالية تسلمناها من سلفنا الصالح من أمتنا، لأن الله تعالى فرض علينا الأخوة في القرآن: إنما المؤمنون إخوة، وفرض علينا التعاون وتعاونوا على البر والتقوى، وحذرنا من كل خطر يتهدد عقيدتنا، وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأعدوا العدة الصالحة قبل الرحيل، وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. اللهم إنا نسألك أن توقظ نفوسنا وتوجهها وجهة الخير، وأن تصرف عنا الشر. اللهم نور بصالحات بصائرنا، اللهم نور بصائرنا لنرى سواء السبيل، وأعنا على سلوكه، وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واثقل اللهم بها ميزان حسناتنا، وتجاوز بها عن تقصيرنا، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتي وإخلاص التوجه إليك، جعلني الله وإياكم من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين.